هاي يا جماعة، ازيكم؟ انا اسمي هدير ودي اليوتيوب شانل بتاعتي، والنهاردة هعمل اللوك بتاع مكياج مريم فارس في حملة لازوردي. انا الحقيقة متابعة مريم فارس على الانستجرام وكل شوية عمالة اشوف صورها. بصراحة هي ليها دايما ميك اب لوكس دايما حلوة ومختلفة وجريئة، فقررت النهاردة ان انا هعمل اللوك الاخير ده لان اللوك عجبني قوي وحسيته لايق عليها قوي، وحسيته كمان سهل ان الواحد دي حاول يعمله. فلو عايزين تشوفوا ازاي انا عملت اللوك دوت اللي هو بتاع مريم فارس من حملة زوردي، اتفرجوا على الفيديو ده. اول خطوة كالعادة هنستخدم برايمر. انا بستخدم ميك اب فور ايفر ستيب 1. الخطوة التانية هي الفاونديشن، وانا هستخدم بورجوا هيلثي ميكس. انا بستخدم بورجوا هيلثي ميكس عشان هو كايند اوف دوي، مش ماتيفاينج يعني، وهيدينا حاجة نضرة كده وشكل نضر زي سكين بتاع ميريم. طبعا محتاجين نفتح تحت العين، وانا هستخدم ميبيلين ايج ريوايند. انا خلصت الليبل ده بتاعتي، فدي كانت حاجه انا طالباها ولسه جايه. الحقيقه ميديم حواجبها دايما مميزه ان هي دايما بتكون سبايكت وواقفه لفوق، وبتكون متسرحه على الاخر. بس انا حواجبي تخينه شويه وكمان حواجبي اغمق من حواجبها، فانا هستخدم بس قلم عشان املى الحتت اللي فيها فراغ، وبعدين هبتدي اوقفها بالجل. وده الجل اسمه براو دراما بتاع ميبيلين، مميز فيه انه ليه كوره كده في الاخر، فهتساعدنا ان احنا نوقف الحواجب. الخطوة دي هنعمل فيها العيون، لان كان في الوان غامقة في الشيدنج والسموكينج بتاع العينين، فلو اي لون غامق وقع على الوش ممكن نمسحه بوايب او ننضفه بباودر قبل ما نخلص وشنا. انا هستخدم البالت ديت. البالت دي فيها الوان كتير اللي كانت محطوطة لميريم في اللوك بتاعها، وكمان الالوان دي ممكن نلاقيها في اي باليتة سواء ماك او ويت ان وايلد او سليك. الحاجات دي ممكن اسيب الوان زيها في الديسكريبشن تحت. طيب اول حاجة هبدأ بيها هو افتح لون في الباليتا اللي هو اقرب للون البشرة، وده هغطي بيه كل الجفن. بعدين هاخد الفرشة ديت، دي فرشة بتاعت بلندنج او بتاعت دمج بس رفيعة شوية، وهاخد اللون الاغمق ده شوية، وهبتدي اعمل حركة دائرية على كسرة العين علشان احددها بس بالراحة جدا مش بتقل. بالنسبة للون اللي كان على الجفن بتاع ميديم ده، كان لون واضح وصريح، وده كان لون بيلمع في بعض البينكيات على بعض البيجات، وانا هستخدم فيه ليكويد ليبستيك. ده بقى لون مفروض معمول للشفايف من اسنس اسمه سويت تن، بس هو الحقيقة بيثبت على البشرة، فانا فكرت ان احنا ممكن نستخدمه كاي شادو. فهمشيه في حركة دائرية على العين، لان انا بحاول اعمل الحركة الدائرية بتاعت عيون ميريم، فهبتدي اعمله كده بالراحة. وهرجع تاني بنفس اللون دوت علشان انضف اي حاجة طلعت بره الحركة الدائرية. فرشة مبلولة هاخد اللون اللي في النص ده عشان اتقل على الحركة الدائرية اللي انا عملتها بالليبستيك. وبعدين هزود عليها من اللون الافتح. بالفرشة اللي انا كنت بعمل بيها كسرة العين هاخد اللون المدي على دهبي شوية ده، وهكمل على بقية العين. زي ما احنا
شايفين في الصورة هي ما كانتش حاطة ايلاينر، بس كان في بعض اللون الغامق على خط الرمش من فوق ومن تحت. انا اعتقد ان في حبة من دوت فوتوشوب عشان يحسن، مش يحسن بس عشان يبين العين اكتر، بس احنا هنحاول ان احنا نخلقه كأنه موجود في حياتنا الطبيعية. اللي انا هعمله هو ان انا هاخد اللون ده اللي هو لون بني غامق مش اسود على فرشة رفيعة زي دي، وهبتدي احطه على خط الرمش. الماسكارا اللي هستخدمها هي The Real من Benefit. غريبة انا اول ما جبت الماسكارا دي حاسه ان هي فظيعه وخطيره، بس دلوقتي لما حطيتها مش عارفه، كان بقالي فتره ما حطيتهاش، مش حاسه ان هي مبهره قوي للدرجه دي، رغم ان انا مش حاسه انها ناشفه يعني، بس مش حاسه انها مبهره زي ما انا كنت مبهوره بيها زمان. بس الحقيقه هي تقلت لي خط الرمش وبقى شكله اغمق زي الصوره اللي احنا بنحاول نعملها بتاعت ميريم. رموشي المفضله دبل اب 113 من اردال. هاخد نفس اللون البني ده وهدمجه مع اللون ده، وهعمل خط صغير جدا بعد الرمش، وهاخد نفس الكومبينيشن دي واعملها برضو في خط الرمش اللي تحت. وزي ما توقعت فعلا انا وقعت تحت عينيا شويه اي شادو، فانا هاخد، مش هعمل زياده في الكونسيلر، بس هاخد الكونسيلر اعديه تحت عينيا لاسباب تنظيفيه مش اكتر، وبعدين هحط الباودر بتاعتي دي رمال ستي مات. بما انه وش ميديم ارفع من وشي بكتير وده مكياج مش تحول، انا بس هحاول اعمل كونتورنج عند عظمة الخد وعند الفك علشان احاول اقلد الشكل. ولكن يا جماعة احب اكد ان ده مكياج مش كونتور مش تحول، يعني انا مش المفروض يبقى شكلي شبه ميديم في الاخر، المفروض يبقى مكياج ميديم على ملامحي. هاخد الهولة بالفرشة بتاعته عشان عايزة فعلا احدد، بعدين هدمجه بفرشة البرونزر بتاعتي. هاخد لون البلاشر دوت من الف واحط اللون بشكل هادي لانه ما كانش صارخ على وش ميريم. واخيرا نحط طبقة ماسكارا تحت العيون. بنفس البرونزر بتاع الخدود هعمل النوز اجان، مش تحول ولكن مكياج شبه المكياج. في شفايف الموضوع هيبقى مختلف شوية، لان انا ما لقيتش اللون اللي ميريم حاطاه بالظبط ومعرفتش اجيبه للأسف، فهنحط شوية الوان على بعض. اول حاجة هنبتدي بمرطف الشفايف بتاع مابيلين بيبي ليبس، وبعدين هنحدد شفايفنا بالسوفت كونتورنج بتاع اسنس رقم 7. هحط لون سوفت كشمير من بي واي اس فيلفت، وبعدين هرجع افتحه باللون بتاع ميبيلين مات رقم 7 برضو. واخر حاجة هزودها هي نقط كده بسيطة من نفس الليبستيك اللي انا حطيته على عينيا، علشان كان في زي ضي بسيط على شفايف مريم. وبعدين هقوم مثبتة المكياج باسنس كيب ات بيرفكت ميك اب سبراي.
طبعا الكيرلز بتاعتي will never be as good as مريم's. سعيدة قوي ان انا عرفت اجيب اللون الشفايف، لان فعلا دي كانت اكتر حاجة مش عندي. I hope ان الفيديو ده يكون عجبكم، لو عجبكم ادوله thumbs up، ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجيلكم تنبيه. ممكن كمان تسيبوا لي تعليق تحت تقولوا لي ايه رأيكم في اللوك لو ممكن تجربوه، وعايزين تشوفوا فيديوهات تانية ايه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.